أفادت مصادر رودا في السودان بتحليق مكثف لطائرات الجيش السوداني في سماء الخرطوم مع سماع صوت إطلاق المضادات الأرضية من قبل قوات الدعم السريع. كانت مصادر سودانية قالت إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وسمع عدوي انفجارات في محيط القصر الجمهوري والقيادة العامة. كما شهدت أمدرمان اشتباكات وقصفا بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. يأتي ذلك رغم إعلان الطرفين تمديد الهدنة الإنسانية ل72 ساعة. وقد نظمت الشرطة السودانية حملات أمنية واسعة شملت محليات الخرطوم وجبل أولياء، ذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة. وذكر المكتب الإعلامي للشرطة أن الحملات المشتركة حققت أهدافها في إطار تأمين الأسواق والمناطق التجارية والمرافق الحيوية. هذا وبدأت الشرطة في إرسال تعزيزات أمنية لتأمين الأسواق والمحال التجارية والأحياء، سعيا لإرساء الأمن على حد ما جاء بالبيان. من الخرطوم ينضم إلينا الصحفي محمد الطيب. محمد، يعني طلعنا على أبرز التطورات الميدانية، خصوصا ما يرد بشأن طائرات تحلق في سماء العاصمة ومضادات أرضية يعني يسمع أصواتها، ما طبيعة ما يجري الآن؟ نعم، ربما منذ نصف ساعة أو تزيد قليلا من الآن يعني نستمع لتحليق طائرات الطيران الحربي في سماء الخرطوم، ربما تستمعون إليها في هذه الأثناء، ولكن نسمع بكثافة إطلاق مضادات الطائرات من قبل قوات الدعم السريع. حقيقة لم يعني نرصد أي تصاعد لأي أعمدة دخان على الأقل هنا في منطقة الخرطوم شرقها وجنوبها تحديدا، ربما هي يعني طائرات استطلاع تستطلع ما جرى بالأمس، خصوصا بعد المواجهات العنيفة أيضا التي كانت بقصف الطيران والرد من قبل الجيش السوداني والرد عليه من قبل قوات الدعم السريع، حيث وصف يوم أمس باليوم الساخن على صعيد المعارك الميدانية. في هذه الأثناء أيضا كما ذكرت أن يعني تنطلق مضادات الطائرات من مواقع عدة في الدعم السريع، كنا قد استمعنا قبل قليل لدوي انفجارات بالقرب من محيط القيادة العامة وأيضا بالقرب من القصر الجمهوري، أيضا بعض الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة مرات من هنا ومن هناك نستمع إليها، تدوي في بري، أيضا في حي الصفا، مواجهات أيضا في مع ضاحية الرياض. ولكن بصورة عامة منذ صباح اليوم يعني دعيني أقول أن اليوم مقارنة بيوم أمس يعني يتسم بالهدوء والترقب الحذر، يعني بدأ الشارع يعني تعود إليه الحياة تدريجيا، ولكن لا يمكن القول بأنها يعني تجري بصورة طبيعية، ولكنها خجولة نوعا ما من بعض المارة الذين خرجوا ربما لقضاء بعض حاجياتهم أو يعني محاولة توفير السيولة النقدية التي تعاني من شح كبير في البلاد منذ 15 من الشهر الجاري ولم تفتح المصارف أبوابها أمام المواطنين. كذلك تتفاقم المعاناة بتذبذب خدمات الدفع الإلكتروني لتطبيقات البنوك التجارية، عقبما يعني أصدر بنك السودان مشهورا يطمئن فيه عموم المودعين بأن عمليات النهب التي حدثت للعديد من البنوك التجارية لن تؤثر على ودائعهم التي لديهم بالبنوك. نعم. صحيا طبعا يعني في آخر تحديث لأكثر من 425 وجريحا وأكثر من 2100 مصاب وأكثر من 425 قتيلا. نعم، صحفي سوداني محمد طيب، شكرا جزيلا لك.